مرحبا، لازلنا مع تمارين الحسابيات. اليوم سنرى أصناف التكافؤ ألوغ المجموعة زد سوغ إن زد اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة النسبية التي لها نفس باقي إر أو باقي القسمة الأقليدية على إن. هذا تسمى صنف تكافؤ إر ورمز لها ب إر بار، حيث إر بار كيساوي لنا إكس كينتمي زد، بحيث إكس كيوافق لنا إر بترديد إن، أي إر بار هو باقي قسمة العدد إكس سوغ إن. ألوغ في هذه المجموعة دي فزيرو بار فزيد سوغ دو زيد ليس هو زيرو بار زيد سوغ تخوا زيد، حيث مثلا في زيد سوغ تخوا زيد فزيرو زيرو بار كيساوي لنا تروا بار، كيساوي لنا ستة بار تسعة بار، حين أن في زيد سوغ دو زيد فزيرو بار كيساوي لنا دو بار، كيساوي لنا أربعة بار، وهكذا. ألوغ بالنسبة للعمليات في زيد سوغ إن زيد، ألوغ لدينا ليكون إن من زيد إتوال. ألوغ بالنسبة للجمع في هذه المجموعة دي زيد سوغ إن زيد، لدينا إكس بار زائد إكريك بار فهي كتساوي إكس زائد إكريك لو تو أو بار، و إكس بار مضروبة في إكريك بار فهي كتساوي إكس مضروبة في إكريك لو تو أو بار. ألوغ سنرى بعد التمارين. مثلا هذا التمرين هذا، أولا حل في زيد سوغ سات زيد المعادلة التالية، سانك بار إكس ناقص واحد بار كتساوي لنا زيرو. ونذكر أن هذا عدد عناصر زد سوغ إن زد فهو كيساوي لنا إن عنصر، أي عدد العناصر كنلقاو زيرو بار، أن بار، دو بار، تروا بار، وهكذا جيسكا إن موان زان بار. ألوغ إذا هنا نضعو إكس، إذا باقي قسمة العدد إكس على سبعة هو زيرو بار أو واحد بار أو اثنان بار، ثلاثة بار، أربعة بار، خمسة بار، أو ستة بار. بالتالي فخمسة بار مضروبة في إكس، إذا نضرب خمسة، خمسة بار في زيرو بار، إذا كتوافق لنا زيرو بار، هنا خمسة بار، خمسة بار في اثنان بار هي عشرة بار، وعشرة بار كتوافق لنا ثلاثة بار، هنا كتعطينا خمسة في ثلاثة 15 بار هي واحد بار، هنا كتعطينا 20 بار، 20 بار هي 6 بار، هنا كتعطينا 25 بار، 25 بار هي 4 بار، 5 في 5 بار في 6 بار هي 30 بار، 30 بار هي 2 بار. الآن 5 بار إكس موانزا، نقصو هنا تعطينا موانزا، موانزا هو 6 بار، هنا غتعطينا 4 بار، هنا 3 بار ناقص 1 بار هي 2 بار، هنا غتعطينا 0 بار، هنا غتعطينا 5 بار، هنا غتعطينا 3 بار، وهنا غتعطينا 1 بار. بالتالي فالحل هنايا هو اس كيساوي لنا اللي كيوافق لنا 0 بار هو 3، اذا 3 بار هو الحل ديال هاد. راه ننتقلوا الوغ حل في زيد سوغ سيس زيد المعادلة التالية، اثنان بار اكس كاري زائد اكس زائد ثلاثة بار كتساوي لنا زيرو بار. الوغ هنا عدد العناصر ستة، اذا زيد سوغ سيس زيد اذا كتساوي لنا عنصر زيرو بار، العنصر الثاني واحد بار، اثنان بار، ثلاثة بار، أربعة بار، خمسة بار، إذا عدد العناصر ستة. بالتالي فا إكس كيساوي إما زيرو بار أو واحد بار أو اثنان بار أو ثلاثة بار أو أربعة بار أو خمسة بار. بالنسبة ل إكس كاري فهو كيساوي لنا زيرو بار، هذه واحد بار أو كاري هي واحد بار، هذه أربعة بار، هادي تسعة بار هي ثلاثة بار، هادي ستاش بار، ستاش بار هي أربعة بار، هادي خمسة وعشرين بار هي واحد بار. ألوغ بالنسبة لإتنان إكس أو كاري، إتنان بار إكس أو كاري، إذن هنا تعطينا زيرو بار، إتنان بار، إذن هنا تعطينا تمنية بار هي إتنان بار، هنا اثنان بار في ثلاثة بار هي ستة بار، إذا كتوافق لنا زيرو بار،
هنا اثنان بار وهنا اثنان بار كذلك. الوغ نضيف هنا لدينا اثنان بار اكس كاري زائد اكس. الوغ نتخلصوا من هذا اكس كاري محتاجيناش. الوغ اثنان بار اكس كاري زائد اكس كان غتعطينا هنايا زيرو بار، هنا تعطينا ثلاثة بار، هنا تعطينا أربعة بار، هنا تعطينا ثلاثة بار، هنا زيرو بار، وهنا واحد بار. الآن اثنان بار إكس كاري زائد إكس زائد ثلاثة. ألوغ هنا لازلنا ثلاثة تعطينا ثلاثة بار، هنا تعطينا زيرو بار، هنا تعطينا واحد بار، هنا تعطينا زيرو بار، هنا تعطينا ثلاثة بار، هنا تعطينا أربعة بار. وبالتالي فهنا اللي كيحقق لنا هاد المعادلة هادي هو عندنا اللي كيحقق لنا زيرو بار هو واحد بار، إذا واحد بار وكذلك ثلاثة بار. الآن نمرو للتمرين اللي فيه النظمة. ألوغ لدينا حل في زد سيغ سات زد النظمة التالية، سانك بار إكس ناقص إكريك كتساوي لنا زيرو بار، و ثلاثة بار إكريك زايد اثنان بار إكس كتساوي لنا واحد بار. الوغ هادي نسميوها واحد، هادي نسميوها اثنان، هاد المعادلة. الوغ نجمعو واحد زائد اثنان ستعطينا إكس خمسة إكس بار زائد اثنان إكس بار هي سبعة إكس بار، سبعة بار إكس. هنايا غتعطينا زائد اثنان بار إكريك كتساوي لنا واحد بار. الوغ هاد سبعة في زد سيغ سات زد، هاد سبعة بار إكس كتساوي لنا زيرو بار، إذن هاد بالتالي فاثنان بار إكريك كتساوي لنا واحد بار. إذن نديرو نوضعو جدول، هنا لدينا إكريك، إذن إكريك يوافق زيرو بار أو واحد بار أو اثنان بار أو ثلاثة بار، أربعة بار، خمسة بار، وأخيرا ستة بار. إذن بالتالي فاثنان بار إكريك فهي كتوافق لنا زيرو بار أو اثنان بار أو أربعة بار، وهنا ستة بار. اثنان في أربعة ثمانية، هنا واحد بار، اثنان بار في خمسة بار هي عشرة بار، هي ثلاثة بار، اثنان هذه ستة، اثناش بار، اثناش بار كتوافق لنا هي خمسة بار. بالتالي فا إس هنايا بالنسبة لإكريك اللي هو اللي هو زيرو بار. الوغ زيرو بار كيحقق لنا هاد عفوا اللي كيوافق لنا واحد، حنا كنبحثو عن هادي، قلنا اثنان في ربعة تمنية، اذا واحد اثنان في خمسة، هادي اثنان في خمسة هي عشرة، اذا كتوافق لنا اثنان بار، اثنان في ربعة تمنية واحد بار. اذا اللي كيحقق لنا هادي اثنان بار اكري كيساوي لنا واحد بار هي هاد الزوج اربعة بار. الوغ بالتالي اكريك الان بحث، اذا وجدنا اللي كيحقق لنا اثنين بار اكريك كتساوي لنا واحد بار هو اربعة بار، ومنه فا اكريك كيساوي اربعة بار. الوغ نعوضو في المعادلة الاولى، هاد المعادلة هادي، الوغ لدينا خمسة بار اكس ناقص اكريك كيساوي لنا زيرو بار. الوغ ومنه فا خمسة بار اكس ناقص أربعة بار كتساوي لنا زيرو بار، أي أو منه فهذا يكفي أن خمسة بار إكس كتساوي لنا أربعة بار. هذا رجعوا للجدول، رجعوا للجدول اللي نزلنا في التمرين الأول. ألوغ بالنسبة لخمسة إكس، إمتى خمسة إكس كتوافق لنا أربعة بار؟ إذا هنايا في هاد الخانة هادي لما إكس كيساوي لنا خمسة بار، ومنه فزوج الحلول هنايا إس هو إكس خمسة بار، وبالنسبة لإكريك هو أربعة بار. شكرا على المتابعة، كان هذا تمرين في أصناف التكافؤ وإلى تمارين أخرى من تمارين الحسابيات. شكرا على المتابعة.